صباح الخير وتحية كبيرة لكل يلي عم بيتابعوا حلقة ام تي في لايف لليوم. معنا فقرة ات سمارت السبت اليومية، وكل يوم معنا اخصائيين تغذية بيطلعونا على دراسات جديدة، على ابحاث جديدة، وعلى معلومات كثير نحن بحاجة لها لنحافظ على صحتنا وعلى تغذية سليمة. اليوم معنا رندا فهد، رح نحكي عن النشا المقاوم، رح نتعرف عليه شو هو وشو يعني. صباح الخير رندا. صباح النور لورا. رح نبلش مع خبرية أكيد. لليوم ضروري يعني كل مرة نرجع ننتقل لموضوع. أكيد رح ذكر المشاهدين دائما فين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF، تحطوا لايك بتابعوني، ما تنسوا أسئلتكم تاني رح حضر لكون عم جاوبكم عليها. اليوم خبريتي بالحقيقة لورا هالأسبوع أنا عم بحضر سلسلة من الأبحاث يعني واللكتشرز يعني المحاضرات، كل يوم عندي كذا ساعة بنحضرها لنكون عم ناخد كل هالمعلومات الجديدة اللي حتى هلأ عم نبحث فيها لنكون أكيد عم بطلع المشاهدين عليها. هلأ هو مش غريب إنه أكتر هالأبحاث بهالأيام العلاقة بالستريس والعلاقة بالنوم والعلاقة بالأكل، وهالشي بالحقيقة هو مش بس بلبنان أو بمناطقنا هون، هي انا عم بحكيك عن ابحاث جايه من برا، ابحاث عم تجي هلا من امريكا عم بحضرها. يعني هذا مرض العصر الستريس 100%. فهو اذا ما كان في ستريس من حرب، رح يكون في ستريس من شغل، رح يكون في ستريس من محل الاشخاص اللي قاعدين فيه منه مرتاحين فيه، ستريس بقلب البيوت، من السوشيال ميديا. فاذا هيدا ستريس مثل ما قلتي هو مرض العصر، وبدنا نشوف نحن كيف بدنا نتعامل معه. نعم. هلا ومشان هيك كمان انا محضره الاسبوع الجاي واللي بعده كنا عم بحكي عن الاكل اللي هو بيريح من ستريس، على الاكل اللي بيساعد كمان للنوم، ولكن حبيت اليوم هيك شوي احكي عن خبريه اهميه النوم. فالدراسات كلها الجديده عم ترجع تثبت قديش هو النوم مهم لصحتنا. ومحطوط العدد اللي بنقول له العدد المثالي او الرقم المثالي للنوم هو 7 ساعات. هلا في ناس جسمهم بيطلب اكثر مش غلط، في ناس جسمهم بيطلب اقل شوي مش غلط، بس بده يكون عندنا دائما النوم عندنا انه نحدده تقريبا 7 ساعات هي الوقت المهم. هلا مش بس هيك، حتى نحن نكون عم نستفيد من النوم لازم يكون في روتين، يعني الساعه اللي بننام فيها شوي لازم تشبه بعضها بين يوم ويوم. كمان مش بس انه نحن ننامهم هالساعات، بدنا نكون عم ننامهم بطريقه المضبوطه، يعني في شخص يقول لك انا فتت على الفرشه وخفيت هال7 ساعات، بس هو بالفعل ما يكون غايفه مضبوط، يكون واعي بكذا مره، فهيدا كله بياثر على الجسم. هلا بدي اقوله اليوم انه تاثيرات على الجسم بتكون بتاثر على الضغط، ففيها على الضغط تاثيرات، فيها تاثر على الانسولين بالجسم، بصير عندنا انسولين ريزيستنس، يعني الانسولين ما بيقعد يشتغل بالطريقه المضبوطه بالجسم. بنفس الوقت بنعرف قله النوم بتعمله انه بتفتح القبليه، بصير واحد بده ياكل، بصير في يجي على باله اكلات معينه اكثر من روح على الحلو والمالح، رح خبركم ليش الاسبوع الجاي. فهودي من الاشياء اكيد مشاكل بالقلب واكيد مشاكل بالجهاز العصبي. فتشوفي هون كيف نوعيه النوم ووقت النوم قديش هو مهم لصحتنا. هلا نحن بنعرف انه هيدا الشيء له بنتاثر نحن بالنوم من وراء كثير اشياء حوالينا، ولكن هيدا بدنا نعمله. كيف في اشخاص بيقولوا لك انا قررت اعمل رياضه، انا قررت اكل صحي، هيدا بده يكون في قرار كمان، هيدا اليوم بدي احكيه. وبنفس الوقت بدنا نشتغله خطوه خطوه، يمكن نام نص ساعه زياده عن اللي بنامه انا بالعاده، او يمكن اخذ مثل ما بيقولوا الاحترازات اللازمه لتخليني نام هالنص ساعه زياده، مع الوقت ومع الوقت اكيد في يكون عم مرن حالي نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. خلينا نحكي عن النشا، بدنا نفصل النشا بانواعه ووين موجود. طيب انا وقت احكي عن النشويات ودائما مذكر انه احنا باكلنا عندنا المواد الماكرو يعني الاساسيه الثلاثه، هي النشا الدهنيات والبروتينات، ودائما مذكر العالم نحن بحاجه لثلاثتهم سوا. ليش بحكي عن النشا وحدة منهم؟ لأنه أوقات بحكي على البروتين، أوقات بحكي على الدهن الجيد. وقت أحكي عن النشا، النشا هو ضرورة لإعطاء الطاقة، ولكن كمان عندنا مشاكل بالنشا، لأنه كثرة النشا إذا أكلناها أكثر من نحن بحاجة لها رح تتحول لدهنيات.
كثرة النشا، إنه في عنا أشخاص اللي معهم سكري بدهم ينتبهوا لكمية النشا اللي هن بياكلوها، كثرة النشا ما إنه بتحول على دهنيات، يعني هيدا في شيء يكون يزيد بالوزن. وكمان عنا أنواع من النشا اللي هي بتفتح القبلية وبتصير عندك رغبة أكتر لتكوني عم تاكلي نشا زيادة أما حلو زيادة. هلا من هون، هل في انواع من النشا؟ مثل ما انت قلتي اكيد دائما بنحكي على النشا السريع، اما اللي هو بيجي مثلا وقتها نحكي على الطحين المقشور، هيدا نشا شوي سريع اكثر من وقتها يكون في الحبه الكامله. وقتها نحكي عن السكاكر، هو نوع من النشا وهيدا هو نشا كثير سريع. ولكن اليوم انا وقتها نقول سريع يعني امتصاصه بيكون سريع بالجسم، مزبوط امتصاصه سريع، بيعلي دغري الانسولين بالجسم، بياخذوا الجسم بيستعمله، بصير بدك تاكلي اكثر واكثر. اليوم ولا هيك ولا هيك رح احكي عن نوع من النشا اللي هو بنقول له ريزيستنت ستارتش، اما النشا المقاوم. ليش سميناه ريزيستنت ستارتش اما سميه؟ لانه هو وقتها ناكله هالنوع من النشا في عندنا مقاومه بالمصران، انه تقدر بقاوم انه يقدر المصران يهضمه، سواء يعني ما بيشتغل اكثر، ما بينهضم بالمصران، يعني ما بيخلي المصران يهضمه، اوكي، فبيروح على المصران الغليظ، اوكي، بيروح لهنيك بصير عندنا اللي بنشيل اللي بنقول له فيرمنتيشن، اللي هو بيصير بري بايوتيك، عم بحكي كثير عنا بهالفتره، اللي هو بيصير غذاء للبروبايوتيك للبكتيريا الجيده. فمن هون بيصير عندنا له حسنات، فإذا حسناته إنه هو عم ينمي البكتيريا جيدة بقلب المصران، هيدا من ميلة. ومن ميلة الثاني هو مطهد بالمصران الغليظ، من ميلة الثاني بالمصران اللي نحن مفروض يكون عم يتقصقص فيه، يمتصوا الجسم ويستعملوا، أما يكون عم يخزنهم بطريقة الدهنيات، بخزنهم بطريقة النشا الجلايكوجين ستورز وبعدين الدهنيات، ما انعملت هيدي البروسيس لأنه هو ريزيستنت قاوم. يعني اولا بنستنتج انه هو كثير مفيد للجسم ولجهاز الهضمي، مزبوط. وين موجود هلا؟ وين موجود؟ رح يكون عم قسم اليوم لتعرفوا هو وين موجود. موجود اول شيء نحن وقت نكون عم نحكي على الفول، الفاصوليا، الحمص، العدس، في اشخاص بيقولوا لك هول منه النشويات، هول بروتين. انا اللي بقول لكم اياهم انه هول الاشياء اللي حكيتهم، البقوليات يعني، ومنا كمان البازيلا مثلا، هول هن بيحتووا على نفس كميه البروتين والنشا بقلبهم، فاذا هن نشا. وبدي انا انتبه كمان انه فيهم نشويات، ولكن النشويات الموجوده فيهم هي ريزيستنت ستارتش، يعني فيهم ريزيستنت ستارتش، مش كلها ريزيستنت بس فيها. مشان هيك هون اذا انا اكلت قرنت الطحين القمحه بالطحين اللي هو موجود، طحنا الفاصوليا والفول والحمص، اكيد طحين الفاصوليا والفول والحمص هو احسن، بيحتوي على ريزيستنت ستارتش. خلينا ناخذ وقفه سريعه وننتقل للتفاصيل من بعد. منتابع ام تي في الايف مع فقره ايت سمارت ومع رندا فهد، عم نحكي عن النشا المقاوم. كنا اول قبل الفاصل حكينا عن مقارنه بين النشا الموجود بالفاصوليا والنشا الموجود بالطحين. مزبوط. هلا رح ارجع احكي لورا انه انا ماني عم اقول انه النشا الموجود بالطحين منه صح، اليوم انا علي ضوي على شو هو النشا المقاوم، مشان هيك عم خبركم عن حسناته وعم خبركم وينه. سو مثل ما قلنا النشا المقاوم موجود بالبقوليات، ففينا نعمل نحن طحين منهم ونكون او نكون عم نعمل ينعمل منهم الخبز، او ينعمل منهم بينحطوا بقلب الكيك او الكوكيز، او اوقات بتعرفوا شو انه في اشخاص بيكونوا مثلا بدهم يسمكوا الشوربه، اما هيك بيستعملوا هيدا النوع من النشا، هيك بيكون حطوه بقلب الشوربه، بقلب اليخنه المعينه اللي بحاجه لانه تتسمك بطريقه معينه. بس ما اقول لكم فيه شوي من فوائد هالبقوليات كمان؟ اكيد فوائد 100% موجوده فيه، 100% يعني الفيتامينز المعادن كلها موجوده فيه. هلا مش يعني كمان بدي اقول انه نحن فينا نكون عم ناكل منهم كثير اكثر من غيرهم، انا بدي اياكم ضلكم عم تاكلوا نفس الكميه المطلوبه، يعني اذا مطلوب منكم تاخذوا مثلا عم نحكي على فاصوليا، الصحن اللي هو 2 كوب من الفاصوليا، صحيح فيها النشا المقاوم بس نضلنا على 2 كوب، لانه حاجه الجسم هي منا اكثر من هيك.
هلا بدي احكي كمان نشا مقاوم وين موجود. نشا المقاوم انا دائما بحكي عنه وقت نحكي عن الرز والبطاطا والمعكرونه ونقول لكم بتطبخوهم بعدين بتبردون وبترجعوا فيكم تسخنون. سو هودي هن فيهم النشا العادي الكومبلكس المعقد بنقول له، ولكن وقت يبردوا بيرجع هيدا بقلبهم رح يصير في النشا المقاوم. فاذا هي يعني النشا العادي عم يتحول لنشا مقاوم، مش كله بس جزء منه. وهيك بيصير نحن وقت ناخده او اذا كنا عم نعمل ريجيم ما بدنا تفتح قبليتنا، او اذا كنا عندنا مشكله السكر او عندنا مشاكل تاني بالكبد مثلا ما بدي اكل هالنشا اللي هو سريع، اما حتى الكومبلكس اللي هو اسرع من المقاوم، ساعتها بقدر بردهم اخذهم بيكون احسن. أوكي. هلا بنفس الوقت بعد عندي شغله الموز مثلا. طب شو الفرق بين الموز اللي هي مستويه اما الموز اللي هي منا مستويه؟ وقت تكون منا مستويه بيكون فيها نفس كميه النشا، انتبهوا، نفس الوحدات الحراريه، ولكن النشا هو فيها نشا مقاوم. فاذا انت اكلتيها واخذتي السكر بجسمك ما رح يعلى بدون السكر من قد لو اكلتيها دغري مستويه. نعم. هلا كمان في شغله يعني افضل ان نكون عم ناكلها مش كثير يعني على الاخر. مزبوط. كل ما هي منا مستويه كل ما هو بيكون النشا المقاوم اكثر. كمان شغله بدي اقولها هون، في عندنا ماكولات مثل الشوفان. هلا الشوفان في نشا مقاوم، ولكن العكس هون صحيح، اذا طبخته للشوفان بكون عم خفف من النشا المقاوم. فاذا هون علي بهالطريقه بكون عم بنقعه اوكي حتى يكون عم يصير طري، ارجع حطه بقلب الحليب، انقعه بقلب الحليب او بقلب اللبن، هون بكون حافظت على النشا المقاوم فيه. رح اعمل شويه اختصار حتى العالم تكون عم هيك تستوعبها كل الفكره، لكن نوع من انواع النشا هو نشا مقاوم، هو موجود بقلب الماكولات اللي هن فيهم بيحتوا النشويات، مش يعني كلوا منهم قد ما بدكم، ولكن هن بيكونوا احسن لمريض السكري، بيكونوا احسن حتى ما يفتحوا القبليه. وين موجودين؟ بالبقوليات. وين موجود النشا المقاوم؟ وقت نكون نحن النشا العادي كون طبخناه ورجعنا بردناه مثل الرز البطاطا والباستا، ولكن العكس صحيح بمأكولات تانية اللي هي مثل الشوفان اللي هي وقتها نكون عم نطبخها بتكون عم تفقد النشا المقاوم، فهون ما بدي كون عم بطبخها. سؤال سريع، ايه او لا؟ يعني اللي عم يعمل دايت وبده يضعف احسن له انه يكون عم يتناول نشا مقاوم؟ لانه مثل ما قلنا انه موجود بالبطاطا وبالباستا وبكلهم بعد ما يكونوا تبردوا، هدول ما بياكلهم عاده الشخص اللي عم يعمل دايت. الشخص اللي عم يعمل دايت لازم يكون عم ياخذهم لورا حتى ما يفوت بالدايت اللي هي بقول ما بدي اكلهم ابدا. اكيد هن احسن ياكلهم بهالطريقه، ولكن دائما على شو بدنا ننتبه؟ على الكميه. اكيد. شكرا كثير لك رندا فهد على كل هيدي المعلومات. بناخذ بريك وبنرجع من بعده.